سبحان الله، يقول لا إله إلا الله يطوف على القبر، وين لا إله إلا الله؟ إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ما هي قول باللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل. لا بد أن يترك الشرك بجميع أنواعه، وإلا فهو مشرك وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه لم يصدق فيها. لا إله إلا الله ما هي مجرد كلمة تقال باللسان فقط. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.